بسم الله الحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. نحن من متحرز من جاردين متكلسين دي جو إينير دي جو ستيريل دي جو دي جو دي الفاشون دي رحنا نعبو يا ربي كل يوم هو بشأن يعني معتن بخلقه لأنه هو الرحمن الرحيم العليم القدير. لهذا الأمور كانت تمشي بتطور معين بتغير معين اللي ما يتغير مشاكل رزقه بليس وزاد جمد وزاد زادوا حمق على حمق وزادوا توريث على توريث. نسأل الله السلامة.